فيها النور. حضرتك الدكتورة ليلى صاحبة الصيدلية؟ أيوه أنا. إيه اللي حصل؟ امبارح أنا كنت في الصيدلية لقيت ولدين داخلين عليا ومعاهم روشتة مكتوب فيها ترامادول. قلت لهم ده ناقص في السوق. وهو ناقص فعلاً؟ هو لسه نازل جدول من قريب، بس أنا ما أقدرش أدي ترامادول لأي حد. هما دخلوا بدأوا يزعقوا جامد جداً ومصرين إن هما ياخدوه. أنا شكيت فيهم أكتر لغاية ما ناس كتيرة لقيتهم اتلموا وخافوا ومشوا. وبعدين؟ وبعدين جيت من ساعتين عشان أستلم من الناس اللي كانوا موجودين هنا. بعد شوية لقيت نفس الولد، واحد منهم يعني، دخل عليا ومعاه 3 أولاد تانيين، قفلوا الصيدلية عليا وبدأوا يكسروا ويقلبوا الدنيا زي ما حياتك شايف كده. يا نهار اسود، كل ده عشان ترامادول؟ فكها شوية يا شلبي، عندنا ضيف جديد اسمه البرشام، لازم نحتفل بيه، لازم تلاقي لك حل وتغرق الترابيزات بالبرشام. الناس بقت بتفيص بدري، بعد ما كنا بنشطب الساعة 4 العصر بقينا بنشطب الساعة 10 الصبح. الناس تقول علينا ايه؟ ايام الزمن الجميل يا برنس. اسمعوني يا جماعة، احنا في مهمة وطنية، اذا كانت في ناس بتحافظ على ارواح الناس برا فاحنا مهمتنا هنا نحافظ على عقول الزباين مصحصحة 24 ساعة. الشاب من دول لما بياخد البرشام بيفضل مصحصح، يقدر ينتج، لما بينتج الاقتصاد بينتعش واحنا بننتعش، ساعتها ما بنحتاجش لأي قرض من أي دولة برة. شلبي أؤمرني، كيت لي البنات دول واخصم لي نص يوم من البت دي. ليه بس يا بص؟ عشان ما بتراعيش ضميرك ولا بتخلصي في شغلك. إزاي يجيلك قلب تنام على مخدتك وانت مقصرة في عملك؟ ما سألتيش نفسك سؤال واحد، إبراهيم سعيد لعيب الكورة على قلبه إيه؟ قدي كده هو 3 بطولات افريقيا 2006 2008 2010 انجاز عمره ما هيتكرر، غير 12 نادي رايح جاي عليهم من الاهلي لغايه الاتحاد وسفريه تركيا، وفي الاخر بيهرب ملابس مغشوشه. يا ماما اللي قبلك شربته في ساعه واحده 3 ازايز، انت سهرانه معاه 3 ساعات وفي الاخر بتفتحي له ازازه واحده. انا لو سهران معاه كنت شربته كاس افريقيا. حبوا الصاله شويه، ادوها عرق تديكوا فلوس، ادوها برشام تديكوا احلام، ده مش مال حرام. حاضر يا بوس. ما ترديش شلبي. أؤمرني. باب الاخلاص في العمل صفحه 4، هيتراجع كويس. اوامرك يا بوس. عجبكوا كده؟ كله يبص هنا عندي، كله يجمع هنا. انت يا ماما اللي هناك تعالي لي هنا، بصي عندي هنا. انا الشغل ده ما يعجبنيش خالص، انا عايز اشوف الجديد، عايز اشوف روح الجماعه، مش كل واحده تحلق على شغل اختها. انا عايز اشوف البنت والمحل ايد واحده. البنت والمحل ايه؟ ايد واحده. هموت واعرف بتعملي ايه بالنسخ دي كلها. ببيعها تشتري. الحب بين الرغبه والصمت. انا ممكن اخد الجزء بتاع الرغبه، اما الجزء بتاع الصمت ده فخليهولك. انت تافهه وانت هبله. طب يلا بقى عشان نلحق المحاضره. انت مثبتاني من الصبح عشان في الاخر تقولي نحتاج محاضره، شويه شويه تقولي يلا نذاكر. طب انت عاوزه ايه يا بنتي؟ فكك من جو المعهد والمحاضرات ده، كل ده برشامتين وهننجح في الاخر ونعدي. ما تيجي بقى نستبح ونعمل الصح. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ اي هجايز من غير تركيز. منى اطلعي من نافوخي، انا ماليش في شغل الهجايز بتاعك ده. يلا بقى سلام. ده ايه جو الفصلان ده على الصبح؟ خبر مهم قوي يا ست ناطر. خبر ايه يا واد يا رزق؟ خميس ومعلم نوح اتصالحوا. ايه؟ كبار السوق اتلموا وقرروا انهم يوقفوا الحرب اللي بينهم عشان الشغل يمشي. كبار السوق اتلموا عشان يتصالحوا؟ انت متاكد يا ابني من الكلام ده؟ شفت بعيني اللي هياكله الدوق، كانت قاعده كبيره فعزة اي كلام كده، وكانت مليانه رجاله وحرس ياما. وبراءة. ماله المعلم براءة؟ كان معاهم يعني؟ ايوه كان معاهم. تقوليني بحاجة تانية يا ست مطرة؟ ها؟ خد يا واد دول وامشي انت. خيرك مغرقنا يا ست مطرة، بعد إذنك. ماشي يا نوح، ماشي. علشان كده مالكش اختيار،
لازم تمشي ورا اللي قاله العمروطي. دي السكة اللي حنكمل بيها عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده يا أمه؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك. خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الآخر بقى، ما احناش حمل خسارة تانية. القرشين اللي لميناهم يدوبك على مصلحة الصعيد. ولا انت استحليت النوم للمغربية ورميتنا هنا وبرطعت النوح في عزنا. العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. يا اما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شوية يا خميس، لغاية ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر يا اما؟ انا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحة. الا احور شوق. لقيت نفسي عرقانه، دخان الشيشه خنقني قوي، قلت اطلع اتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حد سالك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل، ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده، جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحه، الخال اسد. حلوة السلسلة دي. بتهيالك إنها حلوة؟ لا، إنها سلسلة. والنبي لو تعرف إيه اللي فيه هصعب عليك. هات إيدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانة، وعظمي بيوجعني من ركنة. عايزة نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخال يا مرات الخال. وبلاش الوقفة هنا كده، أحسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوة، يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومة كده ليه؟ مصيبة لك كوني عرقانة انت الأخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخدة بالك؟ صوريني، صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني؟ افتح ايه؟ تفتح الكاميرا؟ اهو عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه، ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص هبقى اكلمك. ماشي، قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد، تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق يا معلم. انا ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجاله. السلامه يا معلمه. على النعمه من نعمه رب. انت اللي معلمه يا معلمه، قدرت تضربك السوق في ثانية الا ربع. انت عارفني يا براء، انا ماليش في البيت، انا طول عمري احب الحاجة الطازة قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براء، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحة دي خالص. ورحمة الغريب.
لو عيلة ابو سنه دخلت في الحوار ده لكم ما ارقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس اكيد هينقل على ملعبنا، وضاوية وابو سنه هيلعبوا في نافوخه جامد. اه بس الخوف بقى لا تكون دي رغبة الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع. ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنة ونطاطي ونستنى زي كل مرة يا حاج. خسارة يا براء، يا ألف مليون خسارة. كان نفسي ومنى عيني يا براء تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلمي يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمري بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عيني. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابويا، خلاص هتزهق مني. هزهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي؟ انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا مليون الف حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروسه. ايه شو يعني؟ كان لازم ابعت لك 100 مرسال عشان اشوفك يا روح الروح. طلعت روحك من لوحك يا بعيد. احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ انت يا راجل نسيت ان انا ست متجوزه؟ ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه اللون اللي مش لايق ده؟ وانت فجاه كده افتكرتي انك متجوزه؟ امال اللي كان بينا ايه؟ ليه المدهون بزبده؟ كنت ضالة وعرفت طريقي. طب ليك فيه؟ حاشا لله، وعلى رأي فندينا يتوب علينا ربنا. بص، تذاكر الود تتقطع، والسكة اللي بالك فيها خلاص انسدت، جبرنا والحمد لله. شفتي؟ اديكي فهمتيني غلط. اوعى. انا كان قصدي توصيه لافندينا يقف معايا مش ضدي، ويمكن في يوم من الايام انا وانتي نتوب سوا والميه تعود لمجاريها. اسكت. ايه؟ مش المجاري طفحت في الحته وغرقت الدنيا؟ الحق بقى لم رجليك حلو وشمر هدومك كويس بدل ما تتلط لطه ما يجيلهاش دوا. ولا انا اقل باصلي واطلع لك من الدفاتر القديمه اللي تنطرك من المجلس قبل ما تعتبه؟ فهمت؟ اوعى. تعمليها يا شو؟ انت خدها على فين يا خزان؟ انا بقى بوديك اكتر مكان حلو فيكي في مصر. اه ده مكان النخبه، مش هي رجله دخلها هنا، خد بالك. نخبة ايه يا خميس ده؟ دي حتة لبش، ده ممكن الحكومة تكبس علينا في أي لحظة. حكومة تكبس علينا احنا؟ خليها تكبس، يا ابني ده احنا اللي بنكبس. كمل لي بقى حوار شو. شو دي كانت سمعتها باب طين، وبقدرة قادر كلت دماغ المعلم وهوسته الدلحة. بس جوازته منها كانت بأمر المعلمة ضاوية. وأنا لما سألت الحاجة ضاوية قالت لي ان هي كانت جوازة مصلحة وقضيت،
انما الخال شبط فيها ضربه قطمت. سلام عليكم رجاله، زي ما انتم زي ما انتم على درجه. ضربه قطمت وسط النوح. كانت رد على لعبه البيت لما خد غصب وبتراب الفلوس. طب ايه علاقه النوح بشوق؟ ما هي شوق كانت اصلا بتاعت النوح، كان داير وراها في الافراح. هي كانت صحيح رقاصه درجه ثالثه غازيه يعني، بس كانت ب 100 رقاصه. وفي يوم كان في فرح كبير في الحته يخص واحد من حبايب الكل. بجاش كان في توت الفرح وحامل فرقه، وجه المعلم النوح وقام بالواجب على الاخر عشان كانت شوق هي اللي بترقص. وباشاره من معلمه ضاويه قام الخال وقام بالواجب هو كمان. شوق بقت بين الاثنين مستنيه لرش اكتر، ومن يومها بقت زي النداهه اللي جذبته. والمعلمه ضاويه ما عرفتش تفك الشفره. أسبابة مين؟ دلع سلامة فندينا. هلا نورت مكانك. أعرفك على أحلى الطيور. أسبابة هنا. نورت مكانك يا فندينا. أوف وش هنا أهو، هنا أهو الذبابة الملعونة وقفت فين؟ على الزجاجة. لا 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 فنشستوها. إزاي؟ فنشستوها. أيوه وطارت. ايوه تمتم وطارت. بقول لك مكان النخبة. نورت مكانك يا فندين. نورت مكانك. نورت مكانك يا فندين. دلع السلام. السلام عليكم. ذكر زي ما انت يا رجالة، زي ما انت زي ما انت. والله ليك وحش. يا زوز. اومر يا فندينا. هات ايدك وخدها. حاضر. يا ذبابة. ايوه يا فندين. خد يا بس على الرجاله ورص لنا حجرين. انت لسه زي ما انت يا متوفي. بس على الرجاله ورص لنا حجرين. بخيركم يا رجاله. سهره عنب ومزاج عالي. اقعد يا بدرات. انت عارف الحته اللي طلعتها دي فيها قد ايه؟ ده احنا مصدقنا طلعناك. صدقني ايه؟ وانت فاكر ده حشيش؟ امال ايه؟ ده عجوه. مساء العجوة. شكرا يا ذبابة. بس البنت شو دي طلعت حكاية. طلعت بنت مطفلحة. مطفلحة؟ مطفلحة. مطفلحة يعني معقدة. يعني حاجة كده يعني. أديك سمعت الحدوتة كلها. خليك بقى معايا في الحدوتة بتاعتنا. أعمل إيه في البلوة اللي جابتها لي البت إياها؟ سعاد أنا في مشكلة بجد يا خميس. مش عارف أعمل إيه. قال إيه هبقى أب لعيل في الحرام؟ ده أنا ما ينفعش أبقى أب في الحلال. طب وأنت عيبك إيه إنك تبقى أب في الحلال؟ بأمرت إيه؟ سيب لي الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. هتعمل إيه؟ مالكش فيه بقى، هو أكله بحلاها. أنا بس اللي مستغرب له إزاي أمي آمنت لواحدة زي دي في بيتها؟ من إمتى ضاوية بتربي حية في حجرها؟ انت شاغل نفسك بيها ليه؟ خميس اوعى تكون ده مجنون يا ابني ولا ايه؟ دي مرات الخال، وكمان ما اقدرش اخون رمانه. نعم، امال البنات ام ساميه دول ايه؟ لا 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 ده لون وده لون. دول حاجات كده للقعدة والسهرة نضيفة. تخلص تروح نضيف نضيف. تخلص وتروح ايه؟ نضيف نضيف. حاجة كده يعني ايه؟ مكملات غذائية. نعم. اللي هو ال عصير ملكات النحل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا. قوم اقف ورا، وشك في الحيط وارفع ايدك فوق. وشك في الحيط وارفع ايدك. ايدك فوق كده. ايوه. يلا 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 جنبه يلا. جنبه يلا، ارفع ايدك فوق يلا. يلا وشك في الحيط يلا. ارفع ايدك فوق يلا. يتوب علينا ربنا. بقول لك ايه؟ واحد شاطر دراكس بس ايه؟ دبل. شكرا.
سارة؟ مي؟ دينا؟ ليلتك سودة، كل دول يقاطي. وحشتيني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جيتي امتى من الصفر؟ لسه جاية النهاردة، روحت قعدت مع أبويا شوية وجيت على هنا على طول. يا بنت الإيه، حتة مفاجأة، وحشتيني قوي. وأنت كمان وحشتني قوي، بس أنت بقى مش هتاخدني بالكلمتين دول، مين اللستة الطويلة العريضة اللي أنت عمال تقولها دي؟ لا والنبي بلاش نكد. بقول لك أنت قاعدة معانا ولا إجازة؟ لا قاعدة على قلبك. يا بخت قلبي. يا سلام، بس أنا بقى مش عايزة أقعد في المكان ده، هتوديني فين النهاردة؟ هنروح فين؟ الكافيهات كلها شبه بعض، كلها شيشة وطاولة وناس قرف، ريستورانات ناس خناشير وعواجيز، حتى كلوبز المزيكا فيها بقت عايزة تخلي الواحد يجري منها. بس 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 بس، إيه الملل اللي أنت فيه ده؟ خلاص يا جماعة، جات اللي هتفك علينا كلنا. أنا بقى النهاردة هوديكم كلوب عمركم ما رحتوه في حياتكم. يلا يلا. جاي لي نوم، عملت عملة غريبة، عملة غريبة أوي. مشاير معقولة لحقت تنامي؟ عايز إيه يا إسر؟ بذمتك يا بشار أنت جاي لك نوم؟ حتى لو مش جاي لي نوم لازم أتخمد عشان ابنك اللي بيصحيني من النجمة، والست الوالدة اللي ما بيحللهاش ان دي الا ساعه الفجر زي بتوع اللبن. بقول لك يا بشاير، هتسيب بقى من كل الكلام ده تفتكري حاجه واحده بس، انك وحشتيني قوي قوي قوي. شكلك رايق وما عندكش شغل بكره. وبعدين ايه الحاجات اللي انت حطها على جتتك دي؟ الدنيا مش بارده قوي للدرجه دي يعني. ما انت لو ايدك في الميه ليل نهار وجدتك هلكانه في مسح وكنس وغسيل، ده غير انك بتهاتي ورا عيل وست عجوزه اعيل منه، كنت بردت اكتر من كده. بس تعرف يا بشاير، مع ان كل اللي حوالينا في الدنيا دي خلي طعمها مش حلو وتزهق كده ودمها تقيل، الا ان في حاجه واحده بس بتطري على القلب كده وتعدل الدماغ تظبط الموت، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى محللها عشان مخصوص، عشان عارف باللي هيحصل لنا. يلا يا إسر انجز بقى واعمل اللي انت عايزه علشان الحق اتخيمت وافوق اللي ورايا بكره الصبح. انجز. مش انت اللي عايز؟ انا لا عاوز حاجه ولا طالب حاجه. تكنيله. طيب عملت خير، انا اوريدي متكتكه مش قادره، كنت العدومي في البرد ده. لا مش هينفع كده، مش هينفع كده خالص. لا لا بقى، لا ده حقي وشرعي كمان. انت حمار.
دي تالت مرة بكلمك ما بتردش ليه؟ يعني ايه مش لاقيك؟ تهب وتغطس وتشوفوني فين؟ قول لأبوك عايزك ضروري. تعملي ايه عندك يا بنتي؟ تعالي ورايا. خش كنت واقفه يا بنت قدام اوضه المعلم بتصنطي يا بنت على ايه؟ ما كله عشان خاطرك يا ست مطر. عشان خاطر انا؟ ليه؟ اصل انا كنت طالعه انضف فطست في ودني كلام المعلم فوقفت اسمع بيقول ايه. وسمعتي ايه يا بنت؟ كان بيسال على سبراء وبيلح عليه قوي وبيقول ان عايزه من تحت قطيع الارض فوقفت اسمع هو عايزه في ايه. وانتي مالك انت عايزه في ايه يا بنت؟ عايزه في شغل. شغل؟ قول يا بنت طيبه قوي يا ست مطر، شغل ايه ده اللي هيخلي المعلم يلح عليه وعايزه من تحت قطيع الارض؟ ما تفتكري يعني يكون عايزه في ايه؟ لا يكون عاوز يجوزه عليكي ولا حاجه، ولا شايف له شوفه تانيه لا سمح الله. وانت يا بنت سمعتي حاجه؟ ما انا ما لحقتش، ما انت جيتي خضتيني وطبتي عليا زي القضا المستعجل، طيرت الكلمتين اللي كنت هسمعها. بقى ايه الحكايه كده؟ ماشي يا معلمي ماشي. الله يخرب بيتك، انت عطرت فيها ازاي دي؟ المهم انت واخدنا الوقت على بيتها، هنعمل ايه يا عم؟ اخلصك من الحوار. ازاي يعني؟ مش البنت ساكنه هنا؟ ايوه. طيب الموضوع ده عندي. البيت في ايه؟ يمين في يمين. يمين في يمين ازاي؟ ده المفروض يبقى شمال في شمال. ده الحوار كله شمال. تعالى البيت ده. ايوه البيت. ماشي يلا يا زوز سامي وخبط. استنى يا زوز، مش فاهم الاول ناوي على ايه يا عم؟ هقول لك ناوي على ايه، اخلصك من الحوار. غلطي انت بس يا بيضه، غلطي واحنا نحل لك مشاكلك. يتوب علينا ربنا. خبط الزوز. توكلنا على الله. تجريش ما تجريش، تعالى خش. مريم يا محمد خلصان. السلام عليكم. سي بدران؟ مين يا سعاد؟ ده سي بدران المحامي ياما. سي بدران قولوا له يتفضل. السلام عليكم يا ماما. ازيك يا حاجه؟ يلا مطلي. يلا زوز. معلش احنا طبينا كده من غير ولا يحم ولا دستور، انما بقى نعمل ايه؟ المتر مستعجل وحلال ربنا ما يستناش. متر مين اللي مستعجل وحلال ايه اللي ما يستناش يا خميس؟ انا هنا علشان اظبطك. تك على الصبر. مين اللي بره يا سعاد؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. ده ابويا اصل تعبان شويه. قطع الهباب اللي خلاه مش صالب طوله. مش قلت لك شمال في شمال؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثواني بس هعمل لكم شاي. لا لا لا، ولا شاي ولا قهوه. احنا كده بالصلاه على النبي، ما تصلوا عليه. احنا جايين في خير والعجله في الخير. سلامه ولا ايه؟ هتاخد نصيبك صبر انت دلوقتي. اصبر حبه. الابله العسل اسمها ايه؟ انا اسمي سعاد. بقى الاخت سعاد لازمانا، عايزين ناخدها لاخونا وحبيبنا وكبرنا المعلم بدران. معلم بدران مين؟ ده انا برقيك. يعني هي دي اللي مضايقاك؟ ده انت غرس في مية تمانة. جرايا متر خميس. متر؟ الله يسامحك. خميس معلم خميس. انا عارف انك مستعجل وعارف انك مبسوط وعارف انك عايز تخلص من الحوار ده النهارده قبل بكره. بس الناس لازم تطمن ولا ايه؟ ونرمي بياضنا. مقدم 10,000 ومؤخر 10 زيهم. يا نهار اسود، وده مين اللي هيدفعهم؟ حبيبي خيرك سابق. وادي عربون ربط كلام. روح يا بنت بوسي ايد عريسك. لا 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 خالص. مش دي؟ دي لسه قاصر. امال مين؟ هو الرئيس مزاجه ايه؟ ها؟ شفت الكيمياء ومزاجها الزباله؟ البرنس ده لو فاق وشاف اللي هو فيه هيروح فيها. هدي يقول كده برضو على حمام. حمام ايه؟ نقرا الفاتحه؟ وهات المأذون كمان. يا راجل استنى شويه. اقعدي ساكته يا وليه. ها يا زوز، بقول لك ايه؟ اطلع المعلم على الحاج متولي المأذون. ولو نايم خليه يصحى يجيب دفتره ويجي لنا على هنا، وخلي المطني يروح لمحل الحلواني ولو قافل يفتحه ويجيب الحلو كله. الليلة تعيد. يا
تاج ايه؟ انت بتعمل ايه يا خديجة؟ الف الف مبروك حبيبي، الف مبروك، الف مبروك يا بدران يا حبيبي، الف مبروك يا معلم. مفيش ابتسامه كده، رقصه مزيكا ولا يا ابيض؟ ها؟ مفيش زغروطه يا ماما؟ ها؟ اه في يا حبيبي. انا عارف انه مش مزاجك، انما ده بتاع زمان. يتوب علينا ربنا. اصلي مال لو عايز امهم كمان خدها، خليها الطلعه الجايه. يتوب علينا ربنا. شكرينا حاج متولي. شكرا شكرا، بارك الله فيك. فيك اخويا. ممكن افهم بقى ايه اللي انت عملته ده؟ انت كده عملت الصح مع البنت دي. البنت غلبانه ومش حامله فضيحه زي دي، خد بالك. ولو عايز تطلقها بكره طلقها. اه والمؤخر عليا روخه. طب والعيل اللي في بطنها؟ ده بقى الصح بتاعنا. اه يعني هتعمل ايه يعني؟ الزوز ومطن هيتصرفوا. علم وينفذ. هيتصرفوا ازاي بقى؟ هتطلعوا بكره يا ولاد على بجاش المري وهو هيتصرف. هتطلعوا على مين؟ بجاش المري وهو هيتصرف. بجاش المر هيتصرف، ده كده البنت ممكن تروح فيها. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا عم. أنت شايفنا إيه؟ التانيين قترة ولا قبضين أرواح؟ يا ابني إحنا مجرد أسباب، لا حيلة لنا في رزق ولا شفاعة في موت. الله، أهو البني آدم كده، البني آدم كده. ساعة الحظ يهيس وساعة الجد يليس. ساعة الجد إيه؟ يليس. يليس. الآخر عشان الحوار ده صدعني ولوكلوك كتير، الحوار خلصان والبنت هتطلع لها بقرشين وانت دماغك هتفك. تمام يا ولاد؟ تمام عليك. ايه قالب وشك ليه؟ قالب وشك ليه؟ ما هو 20,000 كتير برضه يا معلم. واكله بحلقه، انت دافع حاجه من جيبك، ما انا اللي دافع كله. وليه اكل؟ انت بتلاقي الفلوس في الشارع. 2000 حلو قوي عليهم، وانا اخد الباقي. انت نيت النتانة يا لا. نتانا 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 نتانا. بالنسبه للاثنين الصدى اللي معاك ورا دول، نتانا نتانا. مكتوب بعد خربوش تكبيره حزازه بدل ما خلصت معلم. براءة كفاية، انت شربت كتير قوي النهارده. وانت مال اهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا ايه؟ يالا انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. وانا كنت قلت نكتة بروح امك عشان تضحك. عنده عشان نبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. ورد. هات لي ازازة بدل اللي خلصت دي. إزازة واحدة أربعة يا برنس. شوف يا شفاعة، أنا مركز أوي 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 أوي. أنا لو شربت المحيط بسكرس، وأنت دريان بالكلام ده كويس. النهاردة يا رجالة مزاجي عالي أوي، أنا مش عايز حد يفصلني. براحتك يا أبويا. أيوه براحتي. أمال براحتك أنت؟ وادا خرفوش. ورد يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحف اللي انت مأجره وانتش لنا ابو الكباتن ده صورتين، عشان فضيحته تبقى بجلاجل بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم. عم. هات اللي خلفوك. نخلي فضيحتك على التيوب.
اهلا وسهلا يا مساء الانوار. ايه النور ده؟ برنس الليالي الغالي. لا 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 شباب. معلم خميس. حاسب يا عم، حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا، افندينا يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه. دماغي. اقعد. ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه حقيقي بس. حياك الله. الحقي يا ابله رمانه الحقي. ايه في ايه يا بيت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله. تاني؟ الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينقط في نفسه. خميس استحلى اللعبة وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقة والحمقة واخداه، والخمرة هولة والليلة طويلة. ربنا يستر. الحقي. ايه في ايه يا بيت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي وشكلها هتبقى ليلة. تاني؟ الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينقط في نفسه. خميس استحلى اللعبة وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقة والحمقة واخداه، والخمرة هولة والليلة طويلة. ربنا يستر. انت بتضحك يا خميس؟ ده الواد خارج الشر بيتنطط من عينيه، شكله مش هيعديها. والله بقى اللي يمشي شمال يستحمل تقليب النور. انت بقيت عامل عقدة للواد ده، مرة تعوره ومرة تحزمه وتنقطه، مش عارفة المرة الجاية هتعمل فيه ايه. هصلح غلطتي واتجوزه. هذا الكلام جه على الجرح. لم الدور يا خميس، مش طالبة تسيح. ها يا حبيبي يا حبيبي. يلا حبيبي اقوم انا عشان لسه عندي نمرة تانية. بالسلامة يا جديد، بالسلامة. يتوب علينا ربنا. بقول لك ايه؟ ايه؟ هتروح معايا مش كده؟ ليه؟ الليله دي ليله المتر، ما اقدرش احرمهم الحق الشرعي. عريس بقى يا ستي. يلا بالاذن. وراك وراك وراك. هزر هزر هزر، شوف مين هيخرجك من البلاوي بتاعتك. احلى بيره الاحلى افندينا. انا مش فاهم ايه غايتك في دماغ البيره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابني البيره دي الشعير ومفيد جدا للكلوة. اه فاكرين الدكتور اللي قابلناه ده اللي قال سهر معانا وقال لك الضرورات تبيح المحظورات؟ اشربوا بيره، البيره مفيده للكلوة صح؟ اه اهو يعني علاج كمان. بس انت عمرك ما شكيت من الكلوة يا فندينا. الوقاية خير من العلاج ولا ايه؟ 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 الوقاية ايه؟ لا 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 الوقاية خير من العلاج. الروبوت هنا. ما انا كنت بختبرهم. نتانا نتانا نتانا. افتح يا ابني ابني. ايه اللي جراله يا كبير؟ تقل في الشرب لحد ما سابت مفاصلك. يا كبير. في ايه؟ المعلم براءة مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك من غير لاد، قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاه له مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه، والمعلم براءة زي ما انت شايف مع مش هرب. يا واطي يا ابن الكلب. لا احوف أمرك يا كبير. خلف عار. يقتلك يا خميس. شرف الغريب ورحمته يقتلك يا خميس. يا أخي اتنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ يقتلك يا خميس. Thank you.
مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها لا باشا، كل يوم ايه، ده وقت اللزوم بس. الجماعه يعني عامل ايه يا باشا؟ الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول، هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل. مش استنى استنى، شكل الحكايه ولعت على الاخر ما بين عيله ابو سنه والنوح. مالك يا باشا؟ في حاجه؟ في حاجات يا علي، حاجات كتير قوي. تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوته بدران. بخصوص حدوته مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في اسرع وقت ممكن ومن غير نقطه دم واحده. من غير ايه؟ نقطه دم واحده. انا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرب. حلو، اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها. احنا داخلين على مصلحه خطيره ومهمه ومش طالبه لمش. طمن معاليك. سلام سلام. يلا اتكلوا على الله، امسكوا ايدين بعضيكم وانتوا بتعدوا. صباح الخير يا خميس. كله خير. انت بعت الزوز والمضني في حته؟ لا، مصلحه صغيره ومش هيعوقهم. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفريه. هنبص ولو ان بعديك يا خال، ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال، ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول، بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص شكرين، روح انت يا شوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه يا شوق. يوه، نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها، ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه، ولا حاجه سمينه ترموا بيها عضمكوا. جرايا شو، ما تعملي اللي تعمليه. يوه، هو انت يا اخويا على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس، خالك على طول قاسي عليا كده، يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصة. كانت لازمك قوي يعني الجوازة دي يا خال. هي تبان كده، انما هي والله غلبانة ومنكسرة. ما هو باين انها منكسرة. انا سمعت انها هجت من البيت بدل المرة اتنين. بس بترجع. نعم. ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمة. تعرفش يا اخي، زي ما تكون عامله لي عمل. والله ساحة ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني، ما تعرفش ليه. طب اشرب القهوه، اشرب اشرب حاكم. القهوه ما بتبرد بتصيص. يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب. يا حلاوتك منك له، يا حلاوتك. افندينا رجع الملعب واطمنا على الكاس. كان بودينا ان احنا نقوم بالواجب دوت، لكن افندينا كان ليه راي تاني. اللي انت بتقول بقى يا كابتن، افندينا كوتش محترف وعارف مركز كل واحد فينا ايه. طول عمره ما يحبش الاحتياطي. قول له علم وينفذ. حصل. وقلنا له قبلك. سلام سلام. مطني. نعم. عالجه احسن يعديك. ثانية، رش مطهر بسرعة. ترجعت للبلاوي دي تاني؟ انت مال اهلك انت؟ يا براء، انت كده هتموت نفسك. ده احنا ما صدقنا انك تبطل. ابطله؟ ما بطلوش، مالكيش فيه.
يا ابني انا خايفه عليك. ما تبلي رقابتي بكلمه حلوه، يمكن احس ان انا متجوز ولا حاجه، بدل ما انت منشفاها علينا كده. يا بنتي ليني شويه، حن شويه، حرام عليك يا مطره. برا قريب من اخيك يا انت تشمني ولا يا معلم؟ رجعت تضرب تاني؟ انا ما بضربش يا معلم، دول شوية زكام يعني عشان الشرب. عارف لو رجعت زي ما كنت انا مش هدخلك مصحة ولا هدور لك على عليك، انا يا دوب هرميك بين الضريبة تبقى خدام القعدة بعد ما كنت المعلم. هو كله بكيفك يا معلم، أنا بعمل كده عشان أبلع اتفاقك مع الباشا وأعدي لك موضوع أفندينا. ريته بكيف يا ابن النوح؟ أنا عارف إنه مش بكيفك يا حاج، ده كيف الباشا. يا افهم افهم، إحنا مهما كنا كبار في الآخر قد كده قصاد ناس تانية، الناس دي علشان يسيبوك تاكل عيش لازم تبقى تحت طاحهم. يا دايرة كبيرة قوي، أكبر من الدنيا ذات نفسها. وعلى رأي المثل يا معلم، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وده مش جديد عليك. المرة اللي فاتت حطيت ابنك تحت رجلين الكل وراح فيها، يا ترى المرة دي هتحط ابنك التاني تحت رجلين مين؟ ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام اهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامه تحت رجليك، وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري احكي لهم عن شهامه ورجوله ابوهم، واقول لهم ما يصدقوش كلمه واحده وحشه تتقال عنك. بدران انا بحبك قوي. وانا كمان كنت بحبك قوي، ولسه ده انا من كتر سعادتي عايز اتجوز تاني. وفي احلى من الجواز؟ عارفة؟ أنا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب إنه يتجوز السكرتيرة بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين، الزباين زمانهم على وصول، ومش معقول هيفضلوا مستنينك لحد ما تنزلي. ما أنا فهمتك دول زباين تقال مش عايزين أي حد يشوفهم عندي، وأنا فهمتهم إن هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي أنا مش هعطلك أكتر من كده. يا ريت. لا إله إلا الله. باي باي. محمد رسول. خرجت خلاص. حتى لو غاب عني سنة هو برضو حبيبي. كبت الحلاوة علشان
اهلا وسهلا بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسأل نفسي الكباريه منور ليه؟ اتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم. شلبي أؤمرني. احلى ترابيزه على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزه كلها على حساب المحل. اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزه الملوك المستكوفي المستكانياصه لسيد المعلمين. لا انا مش جاي على السهر. لا لا انا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب ازازه ونشربها نغب تشريفك لينا بالسلامه بالثلج والصودا واحلى مزه لسيد المعلمين. برضه لا لا زازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين يا ملط. جو يا شلبي. أنا ورا الباب لو عوزتني. مرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟ ينفع تبقى دي آخرتها؟ تصدق وتأمن بالله يا معلم؟ شبك ايدي في ايدك كده وتشبيكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت بره المحل بقضي مصلحة، لما رجعت هنا حكولي واتأثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليلة، فاهم؟ الليلة واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عيني كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا في مركب واحدة والكل بتشعلق في عرقوب التاني. عشان كده أنا جايلك لغرض محدد. مرني يا سيد الناس وعم الجمال. اشوف الباشا. يا لهوي بالي قلب جرالي لو عدى بس عليا، بتوه وبنسى معرفش حتى فين راسي من رجليا. تعالى تعالى في حضني، تعالى تعالى بعدك قلبي في حالة. تعالى تعالى في حضني، تعالى ما تيجي. تعالى بعدك قلبي في حالة. تعالى بقى ما تيجي بقى، تعالى بعدك قلبي. مش قادر دماغي هتفرقع. ايه برضو الصداع يا ابلة؟ ايوه يا اختي الصداع، ما بنامش خالص، هنا سهر لغايه الصبح، يا دوبك الحق انام لي ساعه ولا ساعتين في البيت واقوم اشوف اللي وراي. مش عارفه اعمل ايه. يلا نجري، هاتي لي كوبايه قهوه ولا حاجه تصحصحني شويه. لحسن خميس ممكن يغير رايه ويجي، عايزه ابقى مفوقه. وهي القهوه بتضيع الصداع يا ابلة؟ دي بتزوده وبتهلك الصحه على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حبايه من الاحمر ده، هتوهوجي وتصهليلي وتقفي دادابان زي الجندي في الميدان، ولا تحسي بحاجه ابدا. خد يا ستي. لا يا ماما ماليش في البلبعه. بلبعه ايه؟ انت مفكراها حبوب هلوسه من بتاعه العيال دي؟ دي حبوب متجربه والكل ماشي بيها. هم الالاتيه اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين ازاي؟ ما هم الاحمر دوت. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمتي. هاتي يا منيله. ايوه يا ستي، دي هتخليكي فله بسرعه. الميه عيني دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرا وجميله يا مانجا. انت يا حال الله يخرب بيتك. اه خمسه وتطيري. الحقنا يا باشا الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق، وانا قافل بقي ب 100 جزمه عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبه الكل. اهدى بس يا نوح. اقعد. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا، وانا ماشي جنب الحيط يا باشا، كافي خيري شري. بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى اخوه، ده انا ماسكه بالعافيه. بس بقى افندينا هو اللي سايق فيها كل يوم والتاني يعوره
ومره يهزقه وسط الخال وينقطه. الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح؟ يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على اونكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. كويس دي فريده؟ شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايوه كده، خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي يا انكلك نوح على الحفله بتاعتي. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله. عمال الليله كبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع انكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه. خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي. وانا بشوفك اصلا بيكلميني في التليفون طمنيني عليك. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني، وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هما رجالة، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونة دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. أمن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عناية. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شوية. يلا يا رجالة مفيش وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندينا. هنشون البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي. أيوة. أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف في حاجة؟ الله. ايوه امال ايه؟ زوز هات كرتونة فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونة دي طبقتين، طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعة. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر فنديل، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيرين انتوا الجوز، والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطر، يلا عشان نازل الكراتين. تعال. واوعى تحطها. يا ولدي. خد يا ابني. خد يا زوز. ناوي. يلا. هم رجالة. يلا يا اخوان انت وهو. يلا. ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟
بس كنت بقضي مصلحة وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي خلي هدخل، بس انت بالراحة على نفسك شوية أعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خل؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويته؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أمي، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا قمر. يلا اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم؟ مش هتعايل البضاعة عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعة قومر يا كبير. عد رجالة المعلم هريدي وابعت للحاتي هات اللي يكفي وزيادة. حصل يا كبير. طول عمرك أهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش أي مخلوق على الأرض يحس إن أنا ليا أي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت أول مرة؟ بس المرة دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنك صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها، مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها. آه ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان حجرة ايه لو سيبنا رجالة الدهان يجوا ورانا يأمنوا ضهرنا. كم دبك يا خال؟ البضاعة دي احنا دافعين دم قلبنا فيها خميس. خليها على الله. قول على الله. الله. عارف تظبط الشيشة؟ الشيشة زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لا كسر على دماغك وافتح لك فتحة تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. القهوة يا كبير. أنا بقى هظبطها لك بإيدي. شوف كده. أنا شفت. شفت بالقوي قوي قوي قوي. وإيه رأيك؟
سبحان الله الشيشه ظبطت على الاخر. ايديكي فيها سحر. انت واقفه بعكره ليه؟ ما تقربي شويه، انا نظري ضعيف ما جيبش من هناك. ما تجيب رجلك. تعملي ايه؟ هعمل لك حاجه حلوه. ايه رايك؟ الله ظبطت جامد. هي ايه؟ الشيشه؟ لا رجلي. طب كده يا بنت بغير. لا 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 انا بغير اصلا. طب تعالى مش هخليك تغير. يا بنت بغير ما تخليش اعلي صوتي. الله الله الله. وبعدين معاك خلاص حد يسمعنا. طب بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه ايوه الله حلو كده. حلو قوي. غير بقى. مش وش يا بنت مش وش. قربي شويه اهو. معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. اضبط مين اللي بقى قتلوه؟ مين هذا اللي بعت؟ الله! الله! راس افندينا يا ابن الكلب! مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شربيه. طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. انت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك. سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل. هيزهق. هيهج. أنا هعوزك تتطلقي أنتي؟ ليه يا أختي من قلة النسوان؟ اخص. الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيبلك واحده عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فوطه صفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله.
كنت بنت حلال مش شاف، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الادميه دي سيبناها للحكومه، انما هنا الكفاءه هي الاهم، وانت اثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهاده. مساء الانوار يا برنس. شلبي امرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس كله في السليم. شلبي امرني. فكها شويه يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحه العامه يا برنس. برافو عليك، انت امير يا شلبي. تلميذك جو. اي جو. بوسي، انت مش امير قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس. قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانت وشطارتك بقى. إفيه، انا شم ريحه كده مش ولا بد ابدا. هنا في الاوضه ينيلك، انا مش ناقصه قرفه. بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنتي يا بيسا، انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود، انت هتشلديني يا بنت؟ ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ، اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ أنوح! أنا خميس أفندينا يا نوح! إلحق يا كبير! خميس بره وجايب معاه راجل من رجالة هريج. بتقول إيه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابة! نضرب عليه نار يا كبير! لا! أوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه يا ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلو بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر. وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه، بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر. امر يا ابو سنه. يا جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجالة بتتواجد، ما بيخبوش رجالة في الضلمة. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. ما انتهت لانك انت ما راح تموت. ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. ايوه علي.
عاوزك تجيب لي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن زيارة خميس للنوح. يعني ايه ازاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامة. سلام. اهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا اما، عاملة ايه؟ اعمل ايه يعني؟ قاعدة زي ابدا قطعة اهو، ده انا حتى العشاء ما اتعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرة، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف؟ انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف ان التركي أكل دماغها. برضو اللي التركي أكل دماغها؟ انما يا بنت الحلاوه دي من امتى ده انت اللي هتاكل دماغي كده؟ لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت يا حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعه اليوم اياده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدود وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه. ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازع طول الليل. ما تخلص يا ابني انت وبلاش لك هنا. انا جاي اهو عشان مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها مفيش حد عنده اصلا. اصلي والله صيني انا هتجوزه. خلص اخبط شوشك. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لم لسانك يا وليه انت واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه بتزكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزه. استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصله؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت شايفه وصفله؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحده تانيه تكون مشبره للاخر ما اشوفش فيها خلقه اهلك. انا مش فاضيه، هعمل الاكل الاول للعيال وبعدين ابقى اعمل لك كوبايه الشاي الحبر. تعالى ولا منك لوح ساعدني. جاتك القرف مره فقر. اوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر. باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري وسيبيني لوحدي؟ يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانتي وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي احلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مره زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي اروح ازورها في قبرها الله يرحمها. انت اتعديتي من مين؟ انا عشان كده مسفرك برا على طول عشان ما اقعدش اسمع المواويل دي. جاريه يا فيري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة واحنا لازم نغلبها. عموما انا مضاب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجة المفاجأة تخرجني من كل الملل اللي انا فيه.
طب ما تعملي لي انت مفاجاه تخرجني من الملل اللي انا فيه وتعزمي صحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. المفاجآت اللي ترد الروح. أني فيهم؟ الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال إيه بس؟ اللي جاب الخلخال طبعاً. أنا أول ما شفته قلت لا ده رمانة مكتوب عليه رمانة. وأنا أصلي غاوي خناخيل، أنا أحب الخناخيل أوي. من أيام ما كنت صغير وبمسك بيها في دي جلابية أمي. ياه أيام. الله يمسيكي بالخير يا أمه. كنت بتوزع بضاعة ساعتها. وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال. دي حاجة كده زي المعجزات. تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايماً لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. اشتاق لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده رمانة. انا ما بهزرش يا خميس، انا حتى مش عارفه شكلها، فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وانا مرميه مع ولاد خالتي صبيان على بنات في شقه قد الحب بننام فيها زي عيدان الكبريت. وابويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت. ولما سألت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفتح. خميس انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كئيبه، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابت كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خميس. وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق أعمى خبطها الصبح وأنا عمالة أدور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها إزاي؟ وهي نازلة من عندك. اه شفتها. إيه؟ يا إيه إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمة بتخبط. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست أنتِ من الآخر كده، بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق واطلعوا بقى من نفوخي. ورقة إيه ومؤخر إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ من الآخر كده البيعة كده بالنسبة لكم ربحانة قوي، وسيبيني بقى عشان أخيرا هعرف أنام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وأنت من أهله؟ ده راشق في الغرزة كل يوم من الصبح لبالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده إيه؟ ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شوية، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه، لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا وادي يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمدش، ده دوخني وراه السبع دخان. اوعى تقول
يكون حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احلي لك بقك. ربنا يخليك يا ست كل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شاطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر وجبة التنفيذ يا فندينا. ادي الاول يا باجاشي، ادي الاول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبله؟ توب علينا ربنا. مش سكت انا يا باجاشي، مش سكت انا حبيبي. امال سكه مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. المصيبه بتجيلي فيها. وراك ايه المره دي؟ انا دوخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي. انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك، عايزك ضروري. ماشي اقعد بس، خد لك. الله، مش ده عم زغلول؟ زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. أخبارك إيه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. أنا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. أخبار فتنة إيه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني. بالرغم ايه، ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده لو انت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذه يا زغلول، بس الواحد فوجئ. زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا مفوتنا، الظلم وحش أوي. إنما إيه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي أصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ آه زير إيه؟ وأنتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة، والنفس لسه عزيزة. فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه، تديها لي ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم، انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا، مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان استاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت اعدي اسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني، بعدي علينا. واجب. دلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفه هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ لا فوتنا، مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلوينا وعواد. خدي. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول، والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدك. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شروطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى، والقلم اهو. قلم. طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس، اشوفك متعلمه واحسن استاذه في المنطقه، احسن من الاستاذه فاطمه اللي ورا على الناس. استنى 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 زوز. هناك اكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا اكتب علينا ربنا.
عالي. وادي احلى بصمه لاحلى حجر. احلى بنوته. ربنا يحميك يا فتنة. شرفت يا معلم. طيب